كحال بقية السدود في العراق، تعاني سدة الهندية في بابل من انخفاض كبير لمنسوب المياه، فبدت بعد احتكار إيران للمياه عرضة للجفاف مؤثرة بشكل مباشر على المنتجات الزراعية في المحافظة. هناك أزمة مائية خانقة، تارة من الجفاف العام بالعراق وبقية البلدان، وتارة بسوء استخدام المياه في هذا البلد، حيث الله سبحانه وتعالى أنعم على العراق بنهرين عظيمين، دجلة والفرات، يمرون من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ولكن بدون فائدة وبدون استغلال لهذين النهرين من وجود سدود وخزانات كبيرة للتعويض في فترة الجفاف. المسؤولون في الموارد المائية في محافظة بابل أكدوا أن هناك خطة معدة لمعالجة الانخفاض في منسوب المياه بسدة الهندية، متحدثين عن سلسلة من الإجراءات لمواجهة الأزمة. الوزارة عدت خطة بما يتناسب مع قلة الإيرادات المائية، من تقنين، من إطلاقات قليلة، تقليص الخطة الزراعية الشتوية. هذا طبعا الوزارة كانت مضطرة لهذه الإجراءات لحقيقة يعني خلينا نقول تقليل أثر الشحة، إضافة إلى إجراءات فنية أخرى منها إزالة التجاوزات، حقيقة التحول إلى الريل بالأنابيب، الري المغلق، المراشنة، كلها هذه حقيقة قلة الهدر، تقليل الهدر كان يكون عندنا في الإطلاقات المائية، كل هذه تحوطات لتقليل الشحة المائية. انخفاض منسوب المياه في سدة الهندية في بابل تزامن مع انتقاد وزارة الموارد المائية الحالية لغياب التعاون الإيراني في ملف المياه، في وقت يرى مراقبون أن ضعف الموقف الحكومي أمام طهران في هذا الملف أسهم بشكل مباشر بتفاقم أزمة المياه وزيادة المخاوف بتوسع الجفاف في عموم البلاد.